تلاميذ سنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية، نموذج ثاني، سنقوم بحله معا. لدينا السند، اقرأ السند. ذات يوم طلبت منال من أمها أن تعلمها طريقة الوضوء. قالت الأم: تعالي معي إلى الحمام وانظري إلي جيدا وسوف تتعلمين. بعدما انتهت الأم طلبت من ابنتها أن تتوضأ. فرحت منال كثيرا وبدأت في الوضوء، لكنها أخطأت قليلا وبدأت تبكي. فقالت لها الأم: لا بأس يا بنيتي، اذهبي إلى غرفتك وراجعي درس الوضوء جيدا وستتعلمين بسرعة. نشرح النص أو السند. ذات يوم طلبت منال من أمها أن تعلمها الوضوء. منال طلبت من الأم أن تعلمها كيف تتوضأ. ماذا قالت الأم لمنال؟ قالت لها: تعالي معي، اتبعيني إلى الحمام وانظري إلي كيف أتوضأ، وهكذا سوف تتعلمين الوضوء. بعدما انتهت الأم من الوضوء طلبت منال من أمها أن تتوضأ. الأم طلبت من منال أن تتوضأ. منال فرحت وبدأت في الوضوء، لكن قامت بأخطاء في الوضوء، ماذا فعلت؟ بدأت تبكي. فقالت لها الأم: لا تبكي يا بنيتي، أو لا بأس يا بنيتي، اذهبي إلى غرفتك وراجعي درس الوضوء، وهكذا سوف تتعلمين الوضوء جيدا. هذا تقريبا شرحت النص. الآن نقوم بالإجابة على الأسئلة. ماذا طلبت منال من أمها؟ نبحث عن ماذا طلبت منال من أمها. نبدأ في النص. ذات يوم طلبت منال من أمها أن تعلمها طريقة الوضوء. نكتب: ماذا طلبت منال من أمها؟ طلبت منال من أمها أن تعلمها طريقة الوضوء. طلبت منال من أمها أن تعلمها طريقة الوضوء. سؤال ثاني: لماذا بدأت منال تبكي؟ منال بكيت، لماذا بكت؟ نبحث في النص. نبدأ من هنا. بعدما انتهت الأم طلبت من ابنتها أن تتوضأ. فرحت منال كثيرا وبدأت في الوضوء، لكنها أخطأت قليلا وبدأت تبكي. إذن لماذا بكيت منال؟ لأنها أخطأت قليلا. لماذا بدأت منال تبكي؟ لأنها أخطأت قليلا في الوضوء. نواصل. وظف كلمة بسرعة في جملة من إنشائه. يجب على التلميذ أن يكون جملة فيها كلمة بسرعة. مثال: يجري اللاعب بسرعة، أو يسير القطار بسرعة. نختار الجملة مثال: يسير القطار بسرعة. يسير القطار بسرعة. يمكن أن تختاروا جمل أخرى. نواصل. أسئلة اللغة: أكمل كيف، ما أصعب، هاتي، لابد. قراءة: كيف، ما أصعب، هاتي، لابد. أن أتعلم الوضوء. لدينا نقطة. أن أتعلم الوضوء. أحسنتم. لابد أن أتعلم الوضوء. نتوضأ يا أمي. علامة استفهام، أنا كاين سؤال. نتوضأ يا أمي. أحسنتم. كيف نتوضأ يا أمي؟ الدلو يا منال. هنا طلب. الدلو يا منال. جيد. هاتي الدلو يا منال. هذا الدرس. هنا علامة تعجب، جملة تعجبية.
ما أصعب هذا الدرس؟ جيد، ما أصعب هذا الدرس؟ نراجع الجمل. لا بد أن أتعلم الوضوء. كيف نتوضأ يا أمي؟ هات الدلو يا منال. ما أصعب هذا الدرس؟ واصل التمرين الجزء الثاني. أكمل الكلمات التالية بالتاء المفتوحة أو بالتاء المربوطة. لدينا التاء المفتوحة والتاء المربوطة، يمكن أن تكون هكذا أو هكذا، تاء مفتوحة أو تاء مربوطة. ممرضة، ممرضة اسم، أحسنتم، اسم مؤنث، اسم مؤنث، مفرد مؤنث، تاء مربوطة، مفرد مؤنث، ممرضة واحدة مفرد. وقت، تاء جيد مفتوحة، وقت، لماذا؟ لأن هذه الكلمة أو الاسم في ثلاث حروف، واحد اثنين ثلاث، ثلاث حروف، والحرف الوسط الذي يأتي في الوسط يوجد فيه سكون. عندما تكون اسم ثلاثي ووسطه ساكن دائما التاء تكتب مفتوحة. طبيبات، جيد طبيبات، أحسنتم، تاء مفتوحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث، طبيبات جمع مؤنث، تاء مفتوحة دائما. طائرة، جيد مفرد مؤنث، كذلك تاء مفتوحة. نراجع، نكتب التاء المغلوقة مربوطة في الأسماء المفردة المؤنثة، مفرد مؤنث، مفرد مؤنث، تاء مربوطة. نكتب التاء مفتوحة في جمع المؤنث، وكذلك في الاسم يتكون من ثلاث حروف ووسطه فيه سكون. تاء مفتوح، ممرضة، وقت، طبيبات، طائرة. نواصل الجزء الثالث. أحول الجملة، أنت تراجع درس الوضوء مع الضمير أنت. أنت تراجع درس الوضوء، أنت، أحسنتم، تراجعين درس الوضوء، أنت تراجعي، أنت تراجعين درس الوضوء. الوضعية الإدماجية، أرتب الجمل الآتية لأكون فقرة. لدينا فذهبت عند أبيها، فعليك أن تراقبيني جيدا وأنا أصلي، أرادت منال أن تتعلم الصلاة، وطلبت منه أن يشرح لها الطريقة الصحيحة، فقال لها إذا أردت أن تتعلمي. لدينا خمسة جمل نرتبها لنتحصل على فقرة. الجملة الأولى، أحسنتم، أرادت منال أن تتعلم الصلاة، ماذا فعلت؟ فذهبت عند أبيها، يعني ذهبت عند أبيها، ماذا قالت له أو ماذا طلبت منه؟ وطلبت منه أن يشرح لها الطريقة الصحيحة، فأجابها أو قال لها، فقال لها إذا أردت أن تتعلمي ماذا يجب عليك؟ فعليك أن تراقبيني جيدا وأنا أصلي، من أنظر إلي وأنا أصلي وسوف تتعلمين. نعيد قراءة الفقرة مرتبة. أرادت منال أن تتعلم الصلاة، فذهبت عند أبيها، وطلبت منه أن يشرح لها الطريقة الصحيحة، فقال لها إذا أردت أن تتعلمي فعليك أن تراقبيني جيدا وأنا أصلي. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.